صباح الخير مشاهدينا، اهلا بيكم. حلقه جديده من هذا الصباح، نلقاكم على مدار ساعتين من دلوقتي. انا وعمرو عبد المجيد. صباح الخير. صباح الخير يا امام. الجو برد جدا واحنا جايين النهارده، الموضوع برد شكله، كمان هيبقى في مطر او امطار عاديه والتحضيرات كبيره جدا. توقعات فعلا بنعاني من تطرف في الجو من شده الحراره لشده البرد اللي بدات النهارده. على العموم اصلا لسه الصيف ما ابتداش، يعني ان شاء الله معانا ايام كثيره عشان يبتدي الصيف، حوالي اكثر من 40 او 50 يوم عشان نخش رسميا في فصل الصيف، لكن احنا ابتديناه بدري شويه، بس رجعنا في كلامنا تاني، نرجع لفصل الربيع بعد 3 ايام هيكونوا عاصفين جدا زي ما قالت ايمان. توقعات الطقس بتشير الى بروده حوالي من 12 ل 20 درجه مئويه في اغلب الاحيان، وان شاء الله هيكون كمان في امطار على القاهره وعدد من المحافظات، وتوقعات بسيول للاسف في محافظات سيناء وكذلك محافظات الصعيد. هنبتدي ايمان من السخونه للبروده عندنا وكالمعتاد عناوين الاخبار. بدايتنا مرشحة الانتخابات الرئاسية يواصلان حملتيهما الانتخابية لليوم الخامس، والاتحاد الافريقي يتابع الانتخابات بخمسين مراقبا. السيسي بتعهد بتحسين احوال المواطن في غضون عامين، وصباحي يعد بتحقيق الحرية والامن للمواطنين. وزارة الصحة تنفي ما تردد عن وفاة سيدتين في بورسعيد والمنوفية بسبب فيروس كورونا، وتؤكد أنها تتابع عن كثب الوضع الوبائي للمرض محليا وإقليميا. طبعا تفاصيل الأنباء دي وأكثر كنا مع زميلتنا نجلاء الجعفري. صباح الخير يا نجلاء. صباح الخير عمرو. صباح الخير إيمان. صباح الخير مشاهدينا الكرام، وهذا موجز لأهم الأنباء. يواصل مرشحا الانتخابات الرئاسية عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي حملتهما الانتخابية لليوم الخامس. يأتي ذلك بينما وافقت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية على مشاركة الاتحاد الافريقي ببعثة مكونة من 50 مراقبا لمتابعة الانتخابات التي تجرى يومي 26 و27 من مايو الجاري. موافقة اللجنة جاءت عقب لقاء المستشار أنور العاصي رئيس اللجنة برئيس البعثة الافريقية في القاهرة. كانت اللجنة العليا للانتخابات قد وافقت على مشاركة عدد من هذه المنظمات، من بينها الاتحاد الأوروبي الذي يشارك ببعثة تزيد عن 150 عضوا. أكد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي احترامه لكل الالتزامات والاتفاقيات التي أبرمتها مصر بما فيها اتفاقية السلام، في إشارة لرؤيته حول العلاقات المصرية الإسرائيلية. كما أشار إلى أن هناك فرصة حقيقية كي تحقق إسرائيل سلاما مع الفلسطينيين، بما يفتح أبواب الخير للمنطقة بأسرها بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف. إن في فرصة حقيقية ان كنتم تعملوا سلام، تعطوا به للفلسطينيين حاجة، تدوهم امل. الامل ده هيفتح بيبان خير كتير في المنطقة، يعني بس يساعدونا بحاجة كده للفلسطينيين، حاجة ذات شأن، نشوف دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، حاجة تفرحنا كلنا. كما أكد المرشح الرئاسي حمدين صباحي أنه قادر على حكم مصر وقادر على تحقيق حلمه وحلم الكثيرين بتحقيق ما وصفه بحلم الوطن الديمقراطي، مشيرا إلى أنه يرغب في أن يكون رئيسا حتى يحقق حلم الكثيرين في تحقيق حرية لا تمس وأمن لا يعتدى على حقوق المصريين وحريتهم وقضاء عادل وجيش قوي بعيد عن ممارسة السياسة. وأكد أن قرار ترشحه جاء من أجل أن تحكم الثورة وأن يكون هناك حاكم من الشعب لحكم الشعب، مشيرا إلى أن الثورتين عملتا على إسقاط الأنظمة دون إسقاط الجسد. تستكمل اليوم محكمة جنايات شبرا الخيمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بترى نظر قضية محاكمة 48 متهما من قيادة جماعة الإخوان الإرهابية، من بينهم محمد بديع المرشد العام، وذلك في أحداث قطع الطريق الزراعي بقليوب. كان المحامي العام لنيابة جنوب القليوبية قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالتحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بقليوب، حيث وجهت النيابة لهم تهم الانضمام لجماعة
الإرهابية تدعو إلى نشر العنف ضد مؤسسات الدولة وتعطيل حركة المرور وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازات أسلحة نارية وبنادق آلية ودخائر وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وكذلك ترويع الآمنين وتجدير السلم العام. قام أطباء الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي بنقل راكب مصري يشتبه في إصابته بفيروس كورونا إلى مستشفى الحميات بالعباسية لمتابعة حالته. من جهة أخرى، نفت وزارة الصحة ما تردد عن وفاة سيدتين في محافظتي بورسعيد والمنوفية بسبب فيروس كورونا. قالت الوزارة إن نتائج تحاليل العينات المأخوذة من السيدتين بمعرفتها أظهرت سلبيتها للفيروس، موضحة أنها تتابع عن كثب الوضع الوبائي للمرض محليا وإقليميا. وصلنا مشاهدينا إلى ختام هذا الموجز، أعود مجددا إلى زملاء في هذا الصباح إيمان وعمر، إليكما. شكرا لك يا نجلة. ونبدأ بأحوال الطقس اللي فاجئتنا النهاردة بعد الموجة الحارة اللي كانت خلال الثلاث أيام اللي فاتوا واللي مهدت لينا فصل الصيف بشكل كبير. توقعات الأرصاد قالت إن من يوم الأربعاء هيحصل انقلاب في الجو، وإن انخفاض درجة الحرارة ممكن يوصل في بعض الأحيان للأمطار الرعدية والسيول في بعض المناطق، وده اللي حصل وده اللي لاحظناه النهاردة الصبح. درجات الحرارة في بعض المحافظات هتشهد انخفاض حاد جدا، هيتراوح ما بين 8 ل 12 درجة مئوية، وده هيكون طبعا في السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري وفي القاهرة ومحافظات سيناء وجبال سلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد. ربنا يستر، يعني نتمنى انه ما يكونش في الاثار للسيول دي بالذات في الصعيد مع البيوت اللي دايما بتكون حالتها سيئه لدرجه انها بتتاثر بهذه السيول. الصينيه كمان بتكون من مصنوعه اغلبها من الطين زي ما شفنا للاسف الحوادث المؤسفه في محافظه اسوان على سبيل المثال، طبعا جت السيول واخذت في وشها البيوت الطينيه. نتمنى ان شاء الله السلامه دائما. واضافت هيئه الارصاد ان نشاط الرياح وهيكون مكثف فوق المسطحات المائيه يؤجل اضطراب في الملاحه البحريه، ده طبعا هيكون على البحر المتوسط والبحر الاحمر، انخفاض الرؤيه تماما على الطرق الصحراويه، يعني لابد من المسافرين على جميع الطرق توخي الحذر وتوخي الدقه نظرا لانخفاض الرؤيه، وهيكون في شبوره مائيه بشكل كثيف. لكن بعض المحافظات زي ما قالت ايمان هتستعد بشكل كبير ان هي يكون عندها حاله طوارئ زي محافظه البحر الاحمر، هيكون عندها طوارئ في الفتره اللي جايه بجميع القطاعات. ده اللي اكد عليه محافظ البحر الاحمر احمد عبد الله، اللي اكد ان في تنسيق كامل ما بين جميع المديريات وجميع القطاعات الخدميه في المحافظه عشان يكون في يعني مواكبه للحدث لاي طارئ ممكن يحدث في الفتره القادمه. لكن ده كمان يكون في شيء ايجابي ان الكهرباء هي ترجع لطبيعتها ايمان، ومش هيكون في مشاكل في الفتره اللي جايه بعد ما شفنا المعوقات الكثيره جدا في الفتره اللي فاتت. تمام. وانخفاض الاحمال وتحميل الاحمال. تمام. خلينا نشوف يعني تفسير لهذه الحاله المتناقضه من الجو، من موجه شديده الحراره لموجه شديده البروده. معنا دكتور وحيد سعودي المتحدث باسم هيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور وحيد. صباح النور يا فندم، اهلا بك. اهلا بك. النهارده يعني شتان في الجو ما بين الثلاث ايام اللي فاتت، كان في توقع لهذا الانخفاض في درجات الحراره، ايه تفسير للموجه شديده الحراره دي؟ وبعدين نشوف الطقس النهارده وتوقعات كمان بسيول وامطار. يعني الحمد لله الارصاد طلعت صح حضرتك يعني. ايوه ده طبعا توقعاتكم طلعت سليمه. تمام. الله يخليك. وحقيقة طبعا التفسير انه احنا يعني دايما التغيرات حالة الطقس بتتوقف على بعض التوزيعات الضغطية ومصادر الكتل الهوائية المصاحبة لهذه التوزيعات. فبعد ما كنا تحت تأثير رياح كلها قادم من الصحراء الغربية وهي مناطق كانت شديدة الحرارة، ده اللي أدى للارتفاع المحفوظ في درجات الحرارة. النهارده معظم الكتل الهوائية المؤثرة على مصر كلها قادمة من وسط جنوب شرق أوروبا. وده بدوره اللي ادى الى الانخفاض الملحوظ في درجات الحراره، بالاضافه الى وجود السحب اللي بتعمل على حد اشعه الشمس معظم ساعات النهار. ما هو اتي ان شاء الله مزيد من الانخفاض في درجات الحراره على مدار ال 48 ساعه القادمه، سقوط امطار غزيره ورعديه على محافظات سيناء ومحافظات الصعيد وايضا على القاهره محافظات الوجه البحري
وعلى بعض من المدن الساحليه المطله على البحر المتوسط، وما ننساش سلاسل جبال البحر الاحمر. فطبعا احنا هنا يمكن بقالنا اسبوع فعلا اصدرنا بيان واكدنا بيان اخر لكل الساده المسؤولين في الدوله اتخاذ الحيط عمل اللازم عشان نقلل من الاثار الناجمه عن سوء الاحوال الجويه. والحمد لله كان في استجابه سريعه وفي تنسيق كامل خلال هذه الفتره. حضرتك طيب دكتور وحيد، بنتكلم عن الانخفاض حضرتك بيتراوح ما بين من 18 ل 12 درجه في درجات الحراره. طب بعد ما تخلص الموجه دي المفروض لحد الجمعه ان شاء الله هترجع درجات الحراره لكام تقريبا؟ هترجع زي ما كانت حر كده ولا ترجع لطبيعتها؟ اتفضل. يعني الارتفاع ما بين درجه درجتين يعني مش زي الموجه الحاره اللي فاتت، لكن على ما اعتقد من خلال اخر طرق التوزيعات الضغط وصور الاقمار الصناعيه بتقول ان احنا الى حد ما هنستمر برضه في تكاثر السحب وفرص سقوط امطار، وده اللي احنا هنأكده ان شاء الله بكره من خلال بيان ممكن تصدره الهيئه العامه للارصاد الجويه عشان يطمئن بيه كل الساده المواطنين وكافه قطاعات الدوله. طيب متوقع، بما ان متوقع سيول في سينا، متوقع ان شدتها هتكون شبيهه بالسيول اللي شفنا انها اثرت على المنازل الطينيه بالتحديد؟ هي كميات امطار غزيره تصل لحد لان زي ما عارفين احنا سينا ذو طبيعه جغرافيه خاصه حضرتك طبعا مؤهله لحدوث ظاهره السيول فيها، وبرضه بالمثل محافظات بعيد. اما بقى القرارات وما يتخذ فيها ده بيتوقف على كل سلطه مختصه في هذا البحر حسب تقديرها للموقف وامكانياتها وخبرتها. لكن انا كراجل ارصاد مجرد ان انا بحذر وبقول ان في سوء احوال جويه، وكل قطاع من قطاعات الدوله بياخد ما هو مناسب حسب رؤيته. طب اخيرا دكتور وحيد، بالنسبه لل يعني النشاط البحري، هل هيبقى في توقف للموانئ البحريه في مصر نظرا لانخفاض الكثافه كثافه السحب والكلام ده، ولا هيكون النشاط البحري مستمر؟ هو بالفعل تم اغلاق ثلاث موانئ بالامس على البحر الاحمر نظرا لسوء الاحوال الجويه هناك. وطبعا سوء الاحوال الجويه بالنسبه للتنبؤات البحريه بتاعتنا طبعا في اضطراب حركه الملاحه البحريه متوقع سواء على البحر الاحمر او المتوسط، ولكن هيئه المواني هي صاحبه السلطه المختصه انها تغلق او تفتح المواني. لكن احنا كرؤيتنا حضرتك باكدها للمره الثانيه ان طبعا في سوء احوال جويه في المناطق. تمام، شكرا جزيلا دكتور وحيد سعود المتحدث باسم هيئه الارصاد الجويه. شكرا جزيلا دكتور وحيد. إذا توقعات يعني هيئة الأرصاد إنه على الأقل اليومين الجايين هيكون طقس شديد البرودة ومتوقع فيه أمطار وسيول في بعض المحافظات خصوصا في الصعيد وسيناء. طبعا يعني نصايح لكل المواطنين بالذات للأطفال إن هم يراعوا الانقلاب ده اللي حصل لنا في الجو من شدة الحرارة لشدة البرودة. طبعا مفيش شك يا عمرو إن احنا كل فكر حديث ومتطور اكيد ان احنا محتاجين ان احنا نعرفه ونطبقه. كمان فكره يعني تبدو ان هي ممكن تسهل امور كتيره في حياتنا، لكن كمان تبدو بس ممكن تحصل غير واقعيه. الموضوع ممكن تحصل مش ممكن تحصل؟ لا، صعب جدا صعب جدا صعب. انا برضه معاكي في الراي. مهندس ابراهيم محلب حضر مؤتمر كان بهدف تعريف فكره التقاضي الالكتروني، يعني اكيد ده طبعا متعلق بالاجراءات الاداريه. يعني اتصور فكره التقاضي الالكتروني ان يكون في خطوات تكنولوجيه لتقديم الدعوه ومتابعتها، كل ده تكنولوجيا بيفكرني بافكار كتيره يعني بدات تطبق في دول كتير حتى دول عربيه زي تجديد الرخصه الكترونيا. الفكر ده مع الاسف يعني لسه ما وصلناش بخصوص ايمن في الفكر موضوع الرخصه وانجاز المهمات الحكوميه ده في كل مكان، بس للاسف مش عندنا لحد دلوقتي. يعني او الناس ما بتقبلش عليه، يعني مش عارفه لان الخدمه ما بتتقدمش بالمستوى المطلوب، ولا لانه الفكر ده لسه يعني مش عندنا مصداقيه. على فكره من يعني ابتدى بالفعل، يعني ابتدى هيئه المرور تطبق ده في مرور واحد بس، مرور النزهه. مرور النزهه هو الوحيد اللي ابتدى يطبق الموضوع الالكتروني. انت تطبق وتقدم ابلكيشن وحد يجي يعمل لك الرخصه من البيت، بس لحد دلوقتي برضه لسه ما اتعممش، لسه التجربه ما خرجتش غير في طور التفكير بس، وطبقت في مرور واحد بس على مستوى الجمهوريه. طبعا فكره هي لو رجعنا لفكرتنا عن المؤتمر اللي شهده رئيس الوزراء، المؤتمر ده قعدته وزاره العدل مع الوكاله الاسبانيه للعلوم والتعاون الدولي.
مراحل التقاضي المفروض تبدأ من قيد الدعوة وإيداع صحيفتها والمستندات المؤيدة ليها.